بسم الله الرحمن الرحيم. من استاد مقاويش الرياضي المعلق الرياضي ايمن محمد، يشرفني ان اكون معكم في التعليق على المباراه النهائيه في الدوره الدوليه المقامه تحت استضافه راعي البطوله شركه كوكا كولا سويت 33. الحكم النهارده، حكم اللقاء النهارده جايبينه من انجلترا مخصوص عشان المباراه النهائيه، هو الكابتن محمد الضبع. بيساعده مساعد اول الكابتن جمال عبد الله، ومساعد ثاني الكابتن كامل ابو المجد. الفرقتين في البطوله، فريق الفراعنه وفاز على المنيا 5-2، وعلى الزراعه 2-1، وعلى كونتر 5-2. اما فريق امل مقاويش فاز على كونتر 4-2، وعلى المنيا 8-1، وعلى الزراعه 2-1. يمثل النهارده الفريقين لحراسه المرمى فريق امل مقاويش محمود شكري، وخط الظهر محسن عبد الغني عوض العمروسي، وخط النص الكابتن الكبير محمد عبد العظيم، وقدامه احمد حسين وبيلعب راس حربه وحيد الكابتن محمد صبحي. اما فريق الفراعنه النهارده بيمثله الحارس احمد الفرشوتي، وخط الظهر بيلعب ليبرو محمد فراج، جناح يمين حسن جفلان، بيلعب خط نص محمود ناجي، على شماله كرم عبد الباسط، وراس حربه وحيد شريف ماهر. النهارده الكابتن صبحي عبد الواحد المدير الفني لفريق امل مقاويش نازل بطريقه 4-4-2، طريقه هجوميه بحته. الكابتن النهارده نتكلم عن التحكيم شويه. الكابتن محمد الضب واخد دورات تدريبيه كبيره جدا في انجلترا واسبانيا والمانيا وايطاليا. الكابتن محمد الضب حكم قبل كده المباراه النهائيه سنه 86 في كاس عالم، والنهارده جايبيني مخصوص عشان المباراه النهائيه في الدوره الدوليه المقامه تحت رعايه كوكا كولا سويت 33. محمد الفرشوتي كرة أمامية عبد الباسط، يقطع محمد عبد العظيم، ياخدها عوض العمروسي لكابتن محمد صبحي، ومحمد صبحي جميلة لمحمد عبد العظيم، ومحمد عبد العظيم مستني، ومحمد عبد العظيم تاني لمحمد صبحي، ويقطع محمد فراج، وكرة أمامية لمحمود ناجي، ياخدها محمد عبد العظيم لجميلاتسو الإيطالي، محمد عبد العظيم يرجع ورا لمحسن عبد الغني اندرليخت البلجيكي، أمامية محسن طويلة لمحمد فراج، ويطلع رامي التمس. معاك الامن امن النادي هنا محمود حمامية التمس، يجيب الكره اللاعب محمد صبحي نجم ريال مدريد الاسباني 11 مليون. خش يا محسن، خش يا محسن. ليه يقطع محمد فراج، ياخدها محمود ناجي، محمود ناجي اماميه لحسن جفلان ليفربول الانجليزي، حسن جفلان ليفربول الانجليزي اماميه لمحمود ناجي، محمود ناجي ماشي ويقطع الكره عواد، ياخدها ثاني محمود ناجي، محمود ناجي ماشي، كره اماميه عرضيه لحسن جفلان، وحسن جفلان يعدي حسن جفلان ويشوط شوطه ضعيفه، وشريف ماهر وجول، ويا فرصه خطيره خطيره لفريق الفراعنه. الفراعنه ضغطت وحسن جفلان داخل، وحسن جفلان شوطه يقطع محسن عبد الغني، وعبد العظيم لمحسن لمحمد صبحي، ومحمد صبحي مع الكوره ويعدي محمد صبحي، ويعدي محمد صبحي تاني يعدي، لكن تطول الكوره لاحمد الفرشوتي، احمد الفرشوتي لحسن جفلان، حسن جفلان لكرم عبد الباسط، وماشي كرم يديها لشريف ماهر، ويشوف كره حلوه الناجي يقطع محسن عبد الغني، محمد ابو عزيز، محمد ابو عزيز مع الكوره، محمد ماشي، محمد رافعه اماميه لمحمد صبحي رقم 4، ويقطع حلوه قوي محمد صبحي مع الكوره، لسه الكوره، ورمي لفريق ارمى واحمد زرع بيجيب الكوره توتي الحارس المخضرم جلطة سراي التركي ب 3.5 مليون دولار.
وكرة أمامية أحمد الفرشوطي عوض العمروسي تعدي تصل للحارس محمود شكري نجم كرواتيا زغرب 3 مليون دولار. أحمد حسين على صدره وتطول لمحمود ناجي انتر ميلان الإيطالي. أحمد حسين مارسيليا لمحمد صبحي ريال مدريد الأسباني. محمد صبحي بنوه محمد صبحي وضربة حرة غير مباشرة لفريق أمل نجويش. يلعب الكرة ليبرو الفريق المخضرم محسن عبد الغني. محسن عبد الغني نجم ميونخ 68 5 مليون دولار. محسن عبد الغني وكرة حلوة محسن تصل للحارس أحمد الفرشوتي. حلوة يا حارس وكرم وكرم يعدي كرم تمويه جميلة ويا سلام رمي التماس محسن عبد الغني لأحمد حسين. احمد حسين نجم مرسيليا لعب عظيم ياخذ عوض العمروسي. عوض لعب عظيم محمد عبد العظيم نجم لاتسيو الايطالي 9.5 مليون دولار. لاحمد حسين موناكو احمد حسين مرسيليا سوري واحمد حسين ومحمد فراج يشتت. محمود ناجي لم الكوره رمي التماس لفريق امل نجويش. عوض العمروسي لاحمد حسين. احمد حسين الكوره مع احمد حسين ويعدي احمد حسين عبدي ومحمد صبحي. محمد صبحي وكعب محمد صبحي لشريف ماهر يقطع شريف لكرم عبد الباسط. كرم عبد الباسط ماشي كرم نجم كازا سلاوت وكرم كرة أمامية تطلع ضربة مرمى. روح الرباعي عوض ضربة مرمى. احنا لسه لحد دلوقتي يا جماعة ما شفناش كورة ما شفناش جمل تكتيكية بين الفريقين. كل اللي شايفينه دلوقتي لعب اجتهاد. محسن عبد الغني كرة أمامية طويلة ناحية محمد صبحي يقطع شريف ماهر. كرم عبد الباسط يخش عوض العمروسي ويشتت يبقى رقم 8. احمد حسين رقم 9 ويعني محسن عبد الغني نجم ميونخ 1860 5 مليون دولار. عوض العمروسي كرة عالية أمامية محمد فراج بيسيبها تعدي للحارس أحمد الفرشوتي. أحمد الفرشوتي كرة أمامية يقطع عوض العمروسي تجلي وترجع ورا لمحسن عبد الغني. محسن عبد الغني جلي برضه ومحمود ناجي حط على الكرة كويس وكرة عرضية لشريف ماهر وشريف ماهر خطرة هجمة خطرة يطلع محمد عبد العظيم وداخل على شريف ماهر وضاغط وضربة حرة غير مباشرة لفريق أمل نجويش. محمد عبد العظيم نجم لاتسيو الإيطالي. كرة أمامية لمحمد صبحي تثبيتها جميلة لمحمد صبحي وماشي محمد أحمد حسين ناحية اليمين وأحمد حسين يقطعها فراج لكرم عبد الباسط. محمود ناجي مهدي لسه مفيش حد معاه. محمود ناجي محمود ناجي ماشي محمود ناجي وحلوة إداها لكرم ويا سلام يا سلام يا سلام يا ابني كرم الفرشوتي كان يحرز هدف التعادل. يحرز هدف التعادل كرم عبد الباسط نجم نادي كايزر سلاوترن الألماني 7.5 مليون دولار يا جماعة 7.5 مليون دولار. أنا شايف دلوقتي في أرض الملعب الكابتن فارس المحروقي نجم نادي بورد البرتغالي بس ما لعبش النهارده مع فرقته بسبب الإصابة. والكورة مع محمود شكري يطلع لمحسن عبد الغني. محسن عبد الغني يديها لعوض العمروسي. عوض العمروسي الكورة عبرت القارات لأحمد حسين وأحمد حسين ماشي لسه الكورة مع أحمد حسين مفيش حد فاتح له ويا محمد عبد العزيز ومحمد عبد العزيز له عمل سلام يا ابني يا سلام يا ابني ضربة مرمى فرصة أكيدة من اللاعب محمد صبحي اديها له النجم الكبير قوي محمد عبد العزيز. عوض العمروسي اللاعب الفدائي في البطولة وضربة حرة غير مباشرة نتيجة اعتراض محمود ناجي للاعب عوض العمروسي. عفوا عفوا عندي زكام المعلم محسن عبد الغني طلع محسن محسن عبد الغني ضربة حرة غير مباشرة وديها على شماله عوض العمروسي. وعوض العمروسي كرة في الجول رامي التنس محمود ناجي. محمود ناجي يحاول براسه لاحمد حسين واحمد حسين الناحية الثانية لمحمد عبد العظيم. محمد عبد العظيم لسه الكورة مع محمد عبد العظيم ترجع لليبرو فريق محسن عبد الغني. محسن عبد الغني لمحمد عبد العظيم ومحمد عبد العظيم يشتت لسه ما طلعتش والله يا جماعة. وحسن جفلان عوض العمروسي وعوض العمروسي لمحمد صبحي وزقة خفيفة الحكم ما ياخدش باله. محمود ناجي محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد صبحي ما فيش حد لمحمود ناجي تاني
محمود نادي وكورة عالية لمحسن عبد الغني وشريف ماهر وانفراد شريف ماهر البوندس جول نجوم الفريقين يا جماعة شريف ماهر يحرز هدف التعادل لفريق الفراعنة يحرز هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 20 من الشوط الأول أقول لكم يا جماعة شريف ماهر 7.5 مليون دولار يا نجم بايرن ميونخ الالماني 7.5 مليون دولار مش جايه من فراغ يا جماعه لاعب هداف هداف كبير بدرجه قدير جدا جدا على فرشوتي يا مره وكره سريعه لاحمد الفرشوتي هدي كرم هدي كده كرم عباسط وكرم عباسط ناحيه اليمين لحسن جفلان حسن جفلان لمحمود ناجي محمود ناجي يقطع الكره احمد حسين ويلم احمد حسين حلوه جميله واحمد حسين وضربة ركنية لفريق الفراعنة لحد دلوقتي برصيد 6 اهداف هو اللاعب عنتر لاعب نادي الزراعة ويليه بالهدف ده شريف ماهر عنده 5 اهداف حسن جفلان ضربة ركنية نجم ليفربول وكورة طويلة تطلع رميت كابتن احمد الشافعي والكابتن محمد محمود نقول لهم الحمد لله على السلامة يا جماعة ومحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز يعدي كره جميله لاحمد حسين واحمد حسين كره خطره احمد حسين يعدي يعدي وشوط كابتن حسن بطشة احمد حسين والحكم بيوقف الخمسه يارده واحمد حسين وضربه حره غير مباشره شيف الصبحي كره حلوه محمد صبحي يعدي كره جميله لكن محمد عبد العزيز ما فهم زول ونشكر الاستاذ وليد حمزه مدير الانتاج ومدير الفيديو والتصوير وبنشكر وحدة خلف الله للإنتاج الإعلامي وبنشكر الجماهير كلها اللي حضرت المباراة النهاردة وبنشكر الناس اللي جابت السلم وبنشكر أي حد ساهم على إنجاح هذا البطولة على هذه البطولة أقول اسم نادي السلماني اسمعني والكرة مع عادل العبروسي ويقطع محمد فراج ينقض عليها وكرة أمامية ويلم عوض العبروسي ورمي التماس لفريق أمل مجاويش وداخل فراج جميلة فراج ويقطع ورمي التماس ولسه داخل محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز وضربه ركنيه على قرار الحكم لكن يا جماعه الحكم سيد الملعب قراراته كلها مجابه والحكم في الاول والاخر ده بشر احمد حسين هيلعب ضربه ركنيه وكره حلوه عاليه ما تلاقيش حد تطلع الناحيه زي ما قلنا بنشكر الكابتن وليد حمزه ووحده مصطفى خلف الله للانتاج والتوزيع وهم اللي ساهموا في نقل هذه المباراه المباراه دي كانت صعوبه جدا لنقلها من دون فرصة وضربة محمد فراج كرة أمامية يقطع محمد صبحي لمحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز على دماغه وداخل فراج لمحمود ناجي كرم كرم ومحمود ناجي يديها لكرم ناحيه الشمال وكرم جميله وشريف ماهر وانفراد وقت عامر العمروسي عوض العمروسي في الوقت المناسب يطلع الكوره رامي التماس كرم لمحمود ناجي محمود ناجي لمحمد فراج عوض فراج كوره حسن جفلان ناحيه اليمين وحسن جفلان كوره عرضيه بقت لاجر الحارس محمود شكري محمود شكري كوره اماميه لمحمد صبحي ومحمد صبحي تعدي محمد صبحي ويا جول 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 يا جماعه محمد صبحي محمد صبحي يا جماعه يحرز هدف الترجيع صبحي امل مجال صبحي محمد صبحي ومحمد صبحي تعدي محمد صبحي ويا جول 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 يا جماعه محمد صبحي محمد صبحي يا جماعه يحرز هدف الترجيع صبحي امل مجال صبحي انا قايل محمد صبحي محمد صبحي نجم امل مجاويش ونجم ريال مدريد الاسباني و11 مليون دولار في الملعب يحرز الهدف الثاني لفريق امل مجاويش برافو يا ابني برافو